بمشاركة أكثر من 150 شخصية إسلامية من أكثر من 40 دولة من بينهم وزراء أوقاف، تتواصل فعاليات المؤتمر 29 لمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي تستضيفه القاهرة. وفي كلمته أمام هذا المؤتمر أكد دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أهمية تحقيق المواطنة الكاملة، وشدد على أن الدفاع عن الوطن مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، بيد أن الجماعات المتطرفة قد حاولت عابسة أن تضع الناس في تقابلية خاطئة بين الدين والدولة، فإما أن تكون في منظورهم مع الدين أو مع الدولة وكأنهما نقيضان، مع أن الدين لا ينشأ ولا يحمى ولا يحفظ في الهواء الطلق، إنما لابد له من دولة تحميه وترفع لواءه عاليا. وقد قرر العلماء والفقهاء أن العدو إذا دخل بلدا من بلاد المسلمين صار الجهاد ودفع العدو فرض عين على أهل هذا البلد، رجالهم ونسائهم، كبيرهم وصغيرهم، قويهم وضعيفهم، مسلحهم وأعزلهم، كل وفق استطاعته ومكنته، حتى لو فنوا جميعا في الدفاع عن وطنهم. ولو لم يكن الدفاع عن الأوطان مقصدا من أهم مقاصد الشرع أن يتركوا الوطن وأن ينجوا بأنفسهم وبدينهم، لكن ما أجمع عليه العلماء أن على أهل البلد أن يدافعوا عن وطنهم حتى لو فنوا جميعا، ولم يقل أحد أن ينجوا لا بدينهم ولا بأنفسهم.